بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. عزيزاتي طالبات الصف السادس الابتدائي، اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم هو الدرس الاول من الوحدة الثانية، رسالة الى سائق متهور، الجزء الاول. قيمتنا لهذا الاسبوع وهي التطوع. فالتطوع هو الجهد المبذول الذي يبذله الفرد لمجتمعه بلا مقابل، بدافع منه للإسهام في تحمل المسؤولية. قيمتنا الشهرية وهي الابتكار. هيا نستمع إلى هذا الفيديو لنتعرف أضرار الحوادث المرورية وأضرار التهور في القيادة. لقد تعلمنا من الفيديو السابق أضرار التهور في قيادة السيارات، فعنوان درسنا اليوم رسالة إلى سائق متهور. هيا نتعرف معا أهداف درسنا اليوم. يتوقع من الطالبة في نهاية الدرس أن تذكر الموضوع العام للقصيدة من خلال القراءة الصامتة، أن تلقي الأبيات الشعرية المحددة إلقاء سليما ومعبرا عن المعنى، أن تحدد معاني الكلمات ودلالة التراقيب من خلال السياق، أن تستنتج الأفكار الرئيسية للأبيات المحددة استنتاجا صحيحا. هيا شاهدوا معي هذه الصور. ما العلاقة بين هذه الصور؟ نعم، إنها تشير إلى السرعة الزائدة ونتائجها، فتؤدي السرعة الزائدة إلى الكثير من الحوادث المرورية، فيجب علينا أن نلتزم بالسرعة المناسبة للطريق. بعد أن قرأتم النص قراءة صامتة، ما نوع النص السابق؟ نعم، إنه نص شعري. وما غرض الكاتب من النص؟ النصح والإرشاد. لقد أخبرتنا الأمم المتحدة أن السرعة الزائدة تتسبب في ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. هيا اقرأوا معي هذا النص قراءة صامتة لتستطيعوا حل تدريبات الكتاب عن القراءة الصامتة. تمهل فديتك فوق الطريق، فإن التهور يدني الأجل، ولا تتعجل وصول المرام، فقد تتأخر أو لا تصل. تمهل وفكر بحق الطريق، ونفذ أوامر خير الرسل، وفكر بحق المشاة الحيارة، ومعظمهم خائف أو وجل. تظن بأنك أنت الوحيد، تظن بأنك أنت البطل، أما قد ذهبت لقسم العظام، لعل الكسور تثير الهمم، أما قد رأيت قعيدا تهادى، لعلك تلمس منه الألم. أيا من تقود الحديد الأصم،
حنانك فنا سلحم ودم، حباك الإله حياة فصنها، أليست حياتك أحلى نغم؟ فكيف تحيل النعيم جحيما، أليس الطهور ضرب العدم؟ هيا نتعرف على شاعرنا اليوم. شاعرنا اليوم هو الشاعر معروف رفيق محمود، ولد عام 1935، عمل في حقل التعليم، صدر له عدة دواوين منها صرخة مسلم وابتهالات وقطر على شفة الوتر، توفى في عام 2005. بعد القراءة الصامتة، ما عنوان قصيدتنا اليوم؟ نعم، إنها رسالة إلى سائق متهور، فعنوان النص يشير إلى موضوعه ويساعد في معالجة مشكلة اجتماعية، وهي التهور في قيادة السيارة. بعد قراءتنا للقصيدة، نجد أن في القصيدة رسالة توعوية وتحذير يوجهه الكاتب لكل سائق أو متهور، ونجد ذلك واضحا عندما قال الشاعر: تمهل فديتك فوق الطريق. فهنا يرشد الكاتب السائق المتهور إلى التمهل في قيادة السيارة، وتحذير يوجهه الكاتب لكل سائق متهور ويحثه على التمهل ويحذره من التهور الذي قد يتسبب في موته، كما يدعوه إلى التفكير في حق الطريق والمشاة عليه قبل أن يتهور. فالتهور ليس عملا بطوليا يمكنه التباهي به، ويدعوه أن يأخذ العبرة مما يحدث للمتهورين. ويطلب أيضا الشاعر من كل سائق متهور أن يرأف بالناس، كما أن حياته أمانة من الله عنده، فيجب عليه المحافظة عليها. وفي ختام القصيدة يبين لنا الشاعر أهمية حياة الإنسان، وأن التهور طريق نهاية الأجل. الموضوع العام للقصيدة وهو توجيه رسالة توعوية لكل سائق متهور، وتحذير من القيادة المتهورة، وبيان أهمية الحفاظ على حياته وحياة الآخرين. هيا نتعرف معا شروط القراءة. من شروط القراءة الالتزام بمخارج الحروف، ونجد ذلك واضحا في كلمتي تصل ورسل، فلنفرق طريقة نطق حرف الصاد وحرف السين في هاتان الكلمتان بنبرة مناسبة للمساهمة في إيصال المعنى، وكذلك التعبير بإظهار فعل الأمر في قوله تمهل، وقوله فكر، وقوله أيضا نفذ. يمكنكم بعد ذلك قراءة الأبيات أمام أحد أفراد أسرتكم قراءة جهرية، ملتزمين بمخارج الحروف التزاما صحيحا. هيا بعد أن قرأتم النص قراءة جهرية، قراءة صامتة، فلنقم بحل تدريبات الكتاب عن القراءة الصامتة. اقرأ القصيدة قراءة صامتة ثم أجب عما يأتي. من يخاطب الشاعر في القصيدة؟ فلتبدأنا في إجابة الكتاب ثم تقارننا معي الإجابات. نعم، يخاطب الشاعر السائق المتهور. تعالج القصيدة ظاهرة اجتماعية انتشرت في مجتمعاتنا السنوات الأخيرة بين هذه الظاهرة. الظاهرة هي السرعة والتهور في قيادة السيارات. هيا نستمع إلى القصيدة. تمهل فديتك فوق الطريق، فإن التهور يدني الأجل، ولا تتعجل وصول المرام، فقد تتأخر أو لا تصل. تمهل وفكر بحق الطريق، ونفذ أوامر خير الرسل، وفكر بحق المشاة الحيارى، ومعظمهم خائف أو وجل، تظن بأنك أنت الوحيد، تظن بأنك أنت البطل. أما قد ذهبت لقسم العظام، لعل الكسور تثير الهمم، أما قد رأيت قعيدا تهادى، لعلك تلمس منه الألم. أيا من تقول
يصمم حنانيك فالناس لحم ودم حباك الإله حياة فصنها أليست حياتك أحلى نغم فكيف تحيل النعيم جحيما أليس التهور درب العدم وبعد أن استمعنا إلى الأنشودة هيا نتعرف معا معاني بعض المفردات تمهل فديتك فوق الطريق فإن التهور يدني الأجل ما مرادف كلمة يدني؟ يدني الأجل أي يقربنا إلى الأجل يقربنا إلى النهاية ولا تتعجل وصول المرام المرام هو الهدف أو المطلب أو الغاية فقد تتأخر أو لا تصل تمهل وفكر بحق الطريق ونفذ أوامر خير الرسل وفكر بحق المشاة الحيارة الحيارة أي التائهين ومعظمهم خائف أو وجل نجد أن كلمة وجل بمعنى خائف فنجد أن الكلمتان بينهما علاقة ترادف أي أنهما يؤديان نفس المعنى فلنكتب معاني المفردات على الأبيات ماذا يطلب الشاعر من كل سائق؟ نعم يطلب الشاعر من كل سائق في الأبيات السابقة التمهل وعدم التهور في القيادة وما نتيجة التهور في القيادة؟ نجد أن نتيجة التهور في القيادة كما جاء في الأبيات أنها تقرب إلى الأجل نجد في البيت الثالث والرابع يشير الشاعر بشكل غير مباشر إلى حديث حق الطريق تمهل وفكر بحق الطريق ونفذ أوامر خير الرسل وفكر بحق المشاة الحيارة ومعظمهم خائف أو وجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعطوا الطريق حقه عندما سأله الصحابة وما حق الطريق يا رسول الله فقال عددا من الحقوق منها كف الأذى ويتضح لنا كف الأذى من التمهل وعدم تخويف الناس في الطريق من باب كف الأذى فعلينا طاعة رسولنا الكريم كما أمرنا الله بذلك وذكرنا الشاعر بذلك حينما قال ونفذ أوامر خير الرسل إذن فالفقرة الرئيسية في الأبيات هي دعوة الشاعر إلى عدم التهور في قيادة السيارات والمحافظة على حق الطريق ومستخدميه هيا يا عزيزاتي فقد جاء دوركم فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 35 اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية تمهل فديتك فوق الطريق فإن التهور يدني الأجل ما مضاد كلمة التهور التي وردت في البيت السابق التهور أي التأني أم العجلة أم الاستهتار أم التهاون نجد أن مضاد الكلمة أي عكسها فمضاد التهور نعم أسمع كنا جيدا التأني هيا نستخدمه مكان كلمة التهور لنلاحظ الفرق تمهل فديتك فوق الطريق فإن التأني يدنى الأجل نجد أن المعنى قد اختلف لذلك فإنها مضاد كلمة التهور الكلمتان اللتان بينهما علاقة ترادف هما وعرفنا في السابق أن الترادف أي أن الكلمتان يؤديان نفس المعنى تتأخر وتصل خائف ووجل لحم ودم النعيم الجحيم نجد أن الكلمتان المترادفتان خائف ووجل فالخوف معناه الوجل ثانيا ننتقل إلى الكتاب صفحة 36 ونبدأ بحل التدريب رقم 1 و2 إلى ما يدعون الشاعر في البيت الأول ولماذا؟ فكروا معي نعم يدعون الشاعر إلى التمهل أثناء القيادة حتى نحافظ على حياتنا وسلامة الآخرين ما الفكرة الرئيسية في البيتين الثالث والرابع؟ تذكروا معي الفكرة الرئيسية هي تنفيذ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الطريق حقه وحفظ حقوق الآخرين تعلمنا من درسنا اليوم تحديد الموضوع العام للقصيدة من خلال القراءة الصامتة كما تعلمنا أيضا إلقاء بعض الأبيات الشعرية إلقاء سليما ومعبرا عن المعنى
وتعلمنا تحديد معاني ودلالة بعض الكلمات والتراقيب في القصيدة، كما تعلمنا أيضا استنتاج الأفكار الرئيسية لبعض أبيات القصيدة والإجابة عن بعض الأسئلة القصيدة الوردة في الكتاب المدرسي. والآن يا عزيزاتي جاء دوركم، الواجب المنزلي حفظ ونسخ الخمس أبيات الأولى من قصيدة في دفتر النسخ. وإلى لقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية، فنستكمل في الدرس القادم الجزء الثاني من درس رسالة إلى سائق متهور. والسلام عليكم ورحمة الله.